أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة احتراف ويندوز 10. طبعا في هذه المحاضرة راح تكون مهمة جدا، خصوصا لهواة مونتاج الفيديو. وين من الأشخاص عندهم هواة أو محتاجين مونتاج الفيديو، ولكن تنقصهم مواصفات الحاسبة المناسبة أو تنقصهم تنصيب البرنامج المناسب. طبعا هنالك برنامج لمونتاج الفيديو مدمج مع ويندوز 10. هذا البرنامج هو مجاني ومتاح مع النظام، لا يحتاج إلى تنصيب أو تفعيل، وفيه الكثير من المميزات كإضافة النصوص وتقطيع الفيديوهات وتسريع وتبطيء الفيديوهات، وأيضا إضافة الترانزيشن والتصدير بدقة عالية جدا. طبعا كل هاي المميزات ببرنامج مميز وبسيط وسهل. طيب لو أجينا إلى البحث نكتب، طبعا يا أما نكتب الفيديو يا أما بالعربي نكتب الفيديو، يعني الفيديو إذا كانت الحاسبة عربي، أو نكتب فيديو بالإنجليزي. عندنا هنا فيديو أديتر، هذا الفيديو أديتر لو فتحناه راح يظهر لنا هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج أول ما نفتحه راح تظهر لنا بهذه الواجهة. عندنا هنا نيو فيديو بروجكت، راح نضغط عليها حتى ننشئ بروجكت جديد. جيد، راح يطلب من عندي اسم لهذا البروجكت، راح أسميه مثلا فيديو تعليمي، ومن ثم أوكي. ممتاز. طبعا هذا الجزء الخاص بالتايم لاين، وطبعا التايم لاين هو بنظام العقد، وعدنا هذا جزء بالميديا، إضافة الميديا، وعدنا هذا جزء بالبريفيو، وهنا أنا بالأخير اللي هو التصدير. طيب حتى نضيف ميديا نجي إلى أد بهذه الطريقة. طبعا عدنا هنا يا أما from PC، أما from web، يا أما from my collection. طبعا راح نختار from PC، مثلا راح أضيف هذا الفيديو. جيد، هذا الفيديو اللي ضفته حتى أضيفه بالتايم لاين أضغط عليه كليك أيمن وأختار Place in Storyboard. جيد، راح ينضاف بهذه المنطقة. حتى أشغل هذا الفيديو أضغط بهذه الطريقة. جيد، طبعا هذا الفيديو أقدر أقطعه إلى مجموعة من القطع. طبعا أحدد مثلا أريده ينقطع بهذه المنطقة، أريد لحد هذه المنطقة ينقطع، أضغط على يا أما سبلت يا أما تريم، راح أضغط مثلا على سبلت ومن ثم دان. راح ألاحظ أنه راح يصير عندنا فيديوهات اثنين، أقدر أحذف هذا الفيديو وراح يصير عندي فيديو واحد. جيد، طبعا أقدر أضيف تايتل كارد، يعني أقدر أضيف نص، وطبعا هذا النص أقدر أكتب هنا من خلال التكست أكتب الكتابة اللي أريدها، وطبعا أقدر أتحكم بشكل الكتابة اللي أشوفها مناسبة. طيب وهنا أنا طبعاً أقدر أتحكم بمكان الكتابة. طبعاً هاي كلها راح نأخذها إن شاء الله بعد قليل بمثال تطبيقي. طبعاً أقدر أتحكم بهذا النص وشاشة البداية من خلال إنه الديوريشن، أقدر أتحكم بالديوريشن، أقدر أختار من هذه الأوقات الموجودة، أو أقدر أني أضيف الوقت اللي أنا أشوفه مناسب. وطبعاً أقدر من باك جراوند أختار الخلفية المناسبة اللي أشوفها مناسبة، وأقدر أحذف طبعاً الشاشة من خلال أنه أحددها وأضغط على ديليت. ممتاز. طبعاً هذا الفيديو عندي أقدر أضيف عليه كتابة تكست، مثلاً ممكن أكتب مثلاً مونتاج الفيديو، وطبعاً هذه الكتابة اللي أنا ضفتها أقدر أختار تنسيق لها مثلا بهذه الطريقة ومن ثم دان. لاحظ انه راح تكون بهذه الطريقة. جيد، طبعا عندي هنا موشن اقدر اتحكم بلقطات الكاميرا، هنا نقدر نتحكم بلقطات الكاميرا، طبعا ميزة جميلة نقدر نستفاد من عندها. جيد، عندي هنا 3D effect اقدر اضيف افكتات، مثلا ممكن تكون افكتات مثلا بهذه الطريقه، وطبعا نقدر نستعرض. اذا لاحظ هنا الفراشات دان، اذا نشوف بهذه الطريقه. ممتاز. وطبعا عندنا هنا فلاتر، نقدر نضيف فلاتر، طبعا نقدر نغير الوان الفيديو، وطبعا نقدر نختار فلاتر معينه نقدر ممكن نجمل بها الفيديو. وعندنا طبعا هنا السبيد اللي هو السرعة، واقدر اخليه سلو بطيء جدا، واقدر اخليه فاست، مثلا راح اخليه سلو
نلاحظ يكون بطيء. جيد، لا راح ناخذ مثال تطبيقي على هذا البرنامج. مثلا راح احذف هذا الفيديو، احدده وطبعا ديليت، وهذا الفيديو اللي ضفته راح اضيفه بالتايم لاين من جديد. اضغط كليك ايمن بليس ان ستوري بورد، وراح اضيف مقدمه اد تايتل كارد، وطبعا راح اختار لون باك جراوند. مثلا راح اختار هذا اللون مثلا، ومن ثم دن، وراح اضيف تكست. مثلا راح اكتب دبي جوهرة الشرق مثلا. وطبعا عندي هنا قوالب او تأثيرات للنصوص. مثلا ممكن اختار قالب معين، مثلا طبعا اي قالب نختاره. مثلا هذا القالب بامكاننا انه نستعرضه هنا. نشوف الطريقة، طريقة جميلة. مثلا نشوف هذا القالب شنو فيكته، ممتاز. ممكن نجرب البكسل، جميل. مثلا ومن ثم دان، جيد. اذا نجي بالبداية نشاهد دبي جوهرة الشرق، ممتاز. الان ممكن نضيف نص على هذا الفيديو. مثلا ممكن نجي نضيف تكست مثلا بهذه المنطقة. مثلا ممكن نشغل الفيديو مثلا بهذا التوقيت. نجي الى تكست، نكتب مثلا اهلا بك، ونختار مثلا احد القوالب. مثلا ممكن هذا جميل، ومن ثم دان. اذا لاحظ جيد. طبعا ممكن هنا نضيف فراشات مثلا، او ممكن هنا نضيف فقاعات بهذه المنطقة. مثلا ممكن بهذه المنطقة نضيف فقاعات. مثلا نجي الى 3D effect، ومثلا ممكن نختار هذه الفقاعات، جميلة وأنيقة. ممكن تعطينا رونق. ممكن نقطع الفيديو قبل ما تظهر هذه النافذة. ممكن بهذه المنطقة نقطع الفيديو طبعا من السبلت، ومن ثم دان. صار عندنا قطع. الآن راح نضيف Add Title Card، وطبعا نجي إلى الباكجراوند. ممكن نختار باكجراوند مثلا، ممكن يكون هذا الباكجراوند مثلا، أو ممكن هذا الباكجراوند. دان، ونجي إلى التكست. طبعا نكتب مدينة العمارة الحديثة، ونختار مثلا نختار يعني تأثير جميل. مثلا ممكن نشوف هذا التأثير. مثلا ممكن هذا التأثير جميل. دان، جيد. ممكن نقدم الفيديو قليلا. مثلا ممكن نقطع هذا الجزء، يعني هذه دبي ممكن نحذفها هذا النص. مثلا لهنا انا، وطبعا سبلت دان، جيد. هذا الجزء راح نحذفه، ديليت، ممتاز. الان جيد، بداية هنا ممكن نضيف فراشات. ممكن نضيف الفراشات، ونجي الى افكت. ممكن نضيف فراشات، نجربهن. تعطينا لطافة. نشاهد الفيديو من البداية. طيب طبعا حتى نضيف موسيقى، يا اما من الباك جراوند ميوزك
عندنا هنا مجموعة من الموسيقى مثلا هاي ممكن نختارها. يا اما نقدر نضيف من الكاستم اوديو اد ميوزك ونضيف الصوت اللي احنا نشوفه مناسب. راح نختار مثلا من الكاستم كنسل، وطبعا راح نختار من الكاستم مثلا راح اختار هذا ومن ثم دان. راح نجي نعرض من البداية ونشوف. قدرنا ننشئ فيديو بسيط، وحتى نحفظ هذا الفيديو نجي الى فينيش فيديو بهذه الطريقه. طبعا نختار الدقه اللي نشوفها مناسب مثلا 1080، وطبعا نجي الى اكسبورت. راح نختار المكان مثلا راح اختار بالدوكمنت او سطح المكتب مثلا، ومن ثم اكسبورت. انتظر الى ان يتم تصدير الفيديو. طيب اذا لاحظ انه هذا الفيديو كمل بعد التصدير، طبعا بامكاننا نغلق هذه النافذه. جميل، فيديو انيق وبسيط، وبلحظات قدرنا نكمل هذا الفيديو وبدون تنصيب أي برنامج مونتاج أو إضافات معينة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة جميلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.